انا احمد حمدي، مهندس ميكاترونكس، خريج كليه هندسه جامعه عين شمس، دفعه 2023. كنت مسؤول في المشروع بتاعي عن الزد اكسس، تثبيت الموتور والجير بوكس والكالكوليشن بتاعه الموتور. انا مهاد سامح، مهندس ميكاترونكس، خريج هندسه عين شمس 2023. دوري في المشروع كان انا كنت من ضمن التيم الميكانيكال والصيانه بتاعه المكنه. انا عمر سمير، كليه هندسه جامعه عين شمس، خرج من قسم ميكاترونكس. كان دوري في المشروع هو شغال مع فريق الصيانه وشغال كمان مع فريق الميكانيك. اسمي عبد الرحمن ايمن، خريج كليه الهندسه جامعه عين شمس، قسم ميكاترونكس، دفعه 2023. كان دوري في المشروع ان انا كنت مسؤول عن ان احنا نعمل الجزء الخاص بحمايه الدوائر الكهربائيه يعني في المشروع، بحيث ان مفيش اي حاجه تحدث من حريق او كده، وده ان احنا نوصل السلوك لكل جميع البرطات، سواء مواتير او سواء مثلا لمس سويتشات او اي دوائر يعني كهربائيه. فكرة المشروع ان احنا ناخد مكنه كانت متكهنه كانت من 20 سنه، ان احنا نجددها ونحولها لمكنه سي ان سي. مكنه سي ان سي عباره عن مكنه ان انا بديها مثلا شكل بارت او اي حاجه، هي بتبدا تنفذه لوحدها من غير ما يكون في مسؤول عليها عامل موجود اوريدي عليها. يعني نعمل كالكوليشنز للاحمال اللي على كل اكس من الماشين بتاعتنا، ونجيب لها الموتور المناسب ليها، ونجيب الكنترولر المناسب للماشين دي نفسها، ونبرمجه ونشغل الماشين على انها سي ان سي، بحيث ان هي تكون شغاله على طريق الكمبيوتر، بحيث ان هي تطلع برطات بشكل احسن ويكون الجوده بتاعتها بشكل احسن. الهدف من المشروع هو تحويل المكنه من مانيوال لسي ان سي. يعني سي ان سي ببساطه هي عباره عن ان انا اقدر اتحكم في المكنه، بدل ما يبقى في عامل هو اللي شغال عليها وبيحرك الويلز بتاعتها، وان هو يحرك التيبلز بتتحرك عن طريق الكمبيوتر، يقدر ان هو يحرك المكنه بشكل بسيط جدا، وعن طريق البرنامج يقدر ان هو يشتغل عليها مجرد بس تمرين وخلاص، يقدر عامل واحد يشتغل على اكتر من مكنه. وقت تنفيذ المشروع احنا اخدنا في المشروع ده العام الدراسي بتاعنا 2022 2023، بس حاليا بعد ما اخدنا الاكسبيرينس الكافيه ان احنا نقدر نحولها ممكن ياخد من شهرين لثلاثه. من ضمن التحديات اللي احنا واجهناها يعني كان اول حاجه ان المكنه كانت متكهنه بقى لها فتره طويله، فاحنا بدانا ان احنا ناخدها ونشوف ايه الاجزاء مثلا اللي هي محتاجاها، سواء اجزاء ميكانيكيه او اجزاء كهربائيه، ونبدا ان احنا نشتريها ونبدا ان احنا نوصلها ونبدا ان احنا ننظف المكنه بحيث ان احنا نجهزها ان هي تبدا ان هي تشتغل. وبعد كده بقى يجي بالجزء اللي هو بتاع الميكانيكال، فكرة ان انا اقدر ازاي ان انا اصمم الفيكسيشنز او التثبيتات بتاعة الاكس والواي والزد ما بين المواتير وما بين المكنة، في نفس الوقت ان احنا نخليها سيفتي، بحيث ان لو حصل ماس كهربائي او اي حاجة المكنة ما تبقاش ضارة لاي حد. فكرة قابلة للتطوير ان احنا دلوقتي احنا كنا شغالين على فريزر،
ودي يعتبر من اصعب انواع الماشينز اللي موجوده كشغل يعني. بالنسبه لها بقيه المكن يعتبر اسهل في التحويل، وزي ما احنا عرفنا الحمد لله طبقها على مكنه ميلينج نص ميلينج نص دريلينج، نقدر ان احنا نطبقها برضو على اي مكنه من مكنات المانيوال، سواء كانت تيرنينج ماشين اللي هي المخرطه او ممكن مكن الفرايز او مكن متقابل لوحده عادي. اختيار المواتير احنا عملناه على اساس ايه؟ اولا احنا عملنا كالكوليشن على كل اكس من الماشين بتاعتنا، بعد الكالكوليشنز طلعنا عزم معين، دورنا على الاقرب حاجه موجوده في السوق بتناسب العزم بتاعنا ده، ومنه اخترنا المواتير بتاعتنا. لما نيجي ننفذ على ماشين مختلفه فاحنا بنختار مواتير مختلفه على حسب اللود بتاع كل ماشين. يعني احنا لو هنتكلم على المخرطه فلا، احنا اولا احنا بدل ما هنختار 3 اكسس لا احنا عندنا 2 اكسس بس، اللي هو الاكس والواي. الاستفاده ان احنا رجوع من المشروع ان هو بالنسبه لي ان شاء الله يبقى ستارت اب، بحيث ان هو اقدر ادي المشروع دوت مثلا زي ما قلت لحضرتك مصانع مثلا او ورش صغيره، اقدر احول المكان اللي عندهم، فكده يبقى ستارت اب بالنسبه لي كمشروع. الاستفاده المرجوه من المشروع ان احنا بنطور ونحدث الورش الصغيره والمتوسطه. يعني احنا دلوقتي الورش الصغيره والمتوسطه مش هيقدروا يشتروا سي ان سي جديده مستورده من بره باسعارها غاليه، فاحنا بنحدث الماشين اللي عندهم بس ان احنا نشغلها كسي ان سي قريبه الى حد ما من الاكيورسي اللي موجود في السوق. كان حاجه مميزه ان انت فكره ان احنا بدل ما المكنه كانت متكهنه احنا دلوقتي حاليا احيانا المكنه، وده ان احنا دلوقتي مش محتاج مثلا عامل ان هو يفضل متابعها طول الوقت، لا هي بقت موجوده واحنا بنبدا ان احنا نوصل عليها مثلا برنامج ونبدا ان هي تشتغل. وعامه يعني هي مفيده للسوق بحيث ان هي بتقلل التكلفه على الورش بدل ما هو يروح يشتري حاجه يعني جديده تماما. الاستفاده انه خدنا خبره في حاجه زي كده، ان احنا نقدر نحول اي مكنه من مانوال للسي ان سي، وغير كده كمان ان احنا ممكن نعرض المشروع دوت على اي شركه او اي مصنع او اي ورشه، وانها تقدر تتبنى الفكره ديت، هيوفر معاهم بدل ما يشتروا مكن جديد ثمن اقل كتير جدا. شخصيات الدعم ليا كانوا اهلي بابا وماما على المستوى الشخصي، وبرضه على المستوى الدراسي. وعلى المستوى الدراسي كان دكتور محمد ابراهيم دكتور عمر شحاته. على المستوى الشخصي طبعا بعد ربنا بيبقى اهلي واصحابي وزمايلي في الكليه، وعلى المستوى الدراسي كان دكتور محمد ابراهيم ودكتور عمر شحاته طول سنين دراستنا الصراحه. المستوى الشخصي طبعا اهلي واصحابي ربنا يبارك لهم جميعا. وعلى المستوى الدراسي دكتور محمد فنيين بتوع الورشه ساعدونا كتير جدا في المشاريع بتاعتنا عامه، والمشروع بتاع التخرج برده، واستاذه ناهد مديره الورش. من ضمن الشخصيات اللي عامله ليها على المستوى الشخصي طبعا والدي، وعلى المستوى الاكاديمي كانت الدكاتره المسؤولين عنها سواء الدكتور محمد ابراهيم او الدكتور عمر شحاته، وطبعا كان في دعم مادي بيجي لنا طبعا من اكاديميه البحث العلمي عشان نكمل المشروع. الفكره مني هي ان احنا بنحاول نحول اي متقابل فريزر مكنه كونفنشنال لمكنه سي ان سي. المفروض ان المكنه تقدر في فوي كومبيوترايزد
ان هي فيها مواتيج فيها كنترول سيستم المفروض ان انا بديها رسمه وبتطيع اي شكل الشغل اللي انا عاوز اشغله، ودي هتبقى حاجه مناسبه جدا لي ورش كتير جدا. فكره تقدر تتنفذ بسهوله، هي بنسمي بنستخدم مكنه ويدي كونفنشنال، مكنه عاديه ما فيهاش اي حاجه، وبنبتدي نحاول ان احنا بنتحكم فيها وبنحولها فوق الكمبيوتر، ودي فكره قابله للتنفيذ وهتدي اداء كويس. مني دولنا بيكون دعم فني بإضافة طبعاً للكلية والجامعة وأعضاء هيئة التدريس في الكلية، دايماً بيحاولوا يدعموا الطلبة في مشاريع تخرجهم، وبالتالي الطلبة أي سبورت بيحتاجوه بنحاول نساعدهم فيه. كنا احنا بنقعد معهم بعد مواعيد العمل الرسمية أنا والفنيين بحيث إن احنا نعمل لهم إذن بحيث إن هم يقدروا ينجزوا أكتر وقت ممكن بحيث يحققوا الهدف بتاعهم. المشروع بتاعهم بيحقق الهدف للفني أو للعامل اللي هو بيشتغل على فريزة أو على المتقاب، إن هي تبقى حاجة إلكترونيك أكتر من إن هي تبقى مانوال عادي، فدي في حد ذاتها بتوفر عليه جهد وتعب وحاجات كثيرة كده يعني. بنصح الخريجين بتوع المشروع إن ديت خطوة، دي خطوة كبداية في حياتهم، فترة يقضوها في الكلية المفروض إنه بيتعلموا فيها أساسيات كتيرة جدا، لكن أول ما يخرج في الحياة العملية هو هيبقى مطلوب منه أكتر، فمفروض إن هو متوقعين إن هو يبذل أكتر ويبتدي يفيد المجتمع والبلد. بصراحة كانوا هم بيبذلوا مجهود كويس جدا، فأنا متوقع ليهم مستقبل كويس جدا. أتمنى يعني إن هم يقدروا يستمروا ويحولوا الفكرة بتاعت المشروع بروجكت يقدروا ينفذوه. إن هم يستمروا ما يوقفوش طبعا، يكملوا بقية البروجكت بتاعهم بحيث إن إيه يقدروا يخدموا بيه المجتمع ويقدروا يخدموا بيه الفنيين في شغلهم وفي كل حاجة. شاركت فيها كانت مسابقه الار او في، وكان في مسابقه ثانيه اسمها اي سي بي سي. المسابقات الخاصه بالار او في شاركت في ميت انترناشونال كومبيتيشن مرتين واندر ووتر كومبيتيشن مره. شاركنا في مسابقه عن اسمها روبو اولمبيكس، ان احنا كنت بتعملي ار سي كار. ار سي كار ديت عباره عن عربيه مسؤوله ان انا اعمل تعمل كذا تاسك، طبعا بتعديه بتبداي تخش في مراحل بعد كده، خدنا فيها مركز سادس. المشاريع اللي احنا عملناها في خلال السنه السنين بتاعتنا يعني كان منهم حاجه اسمها البين بلوتر. البين بلوتر دي ببساطه هي عباره ان احنا بندي رسمه على الكمبيوتر ايا كانت ايه هي، المكنه عن طريق القلم بترسم الرسمه دي وتعملها على الورق. كمان عملنا اوتونوماس كار تمشي في لاين ثابت ما تخرجش بره التراك بتاعتها. في بردك فيسكوستي ميتر، ده عباره عن مكنه هي بتقيس اللزوجه بتاعت السوائل. كل المشاريع دي تم تنفيذها على ارض الواقع واشتغلت الحمد لله كويس.